نفسك تموتي؟ اه جدا، طول عمري، مش دلوقتي يعني. طب ازاي او ليه؟ لاني عارفه اللي هنا هموت بقى واعرف اللي جاي. دي نمره واحد. نمره اتنين، اذا كان الناس لذيذه كده امال اللي عمله هيبقى عامل ازاي؟ انا عايزه اقعد مع ربنا، مش عايزه اقعد مع يعني مع اللي انا عرفته. انت عارف زي ما تكون في فيلم وخلاص قرب يخلص، فعايز تقوم بقى عشان تشوف هتروح فين تاني. انا في المرحله دي، بس انا من صغري الحقيقه عندي دايما فضول للي جاي ما بعد حياتنا دي، لان انا شايفاها مصعبينها احنا قوي على بعض، قوي قوي، حاجه يعني خانقه. فشايفه ان الوضع فوق اكيد افضل يعني. الوضع بعيد عن الكوكب ده اكيد هيبقى افضل.